اهلا بكل اللي بيتابعونا النهارده، يوم جديد بنبداه معاكم، يا رب يكون افضل من الايام اللي فاتت ويا رب يكون اهدى من الايام اللي فاتت. النهارده 3 فبراير، تاني يوم في الحداد الرسمي اللي اعلنته الدوله حزنا على ضحايا بورسعيد. بندعو لكل الاهالي بالصبر، بندعو لكل المصابين بالشفاء، بندعو الخير لمصر كلها. امبارح كمان كانت ليله ملتهبه جدا في الشارع المصري، نتج عنها حالتين وفاه في السويس وعدد كبير جدا من المصابين في القاهره وفي السويس. يا رب النهارده يكون افضل، يا رب الاحوال في الشارع المصري تهدى. صباح الخير. صباح الخير يا مي، صباح الخير. صباح الخير يا فيي، صباح الخير لكل مشاهدينا. طبعا احنا في نهارك سعيد، بنقدم يعني اخلص التعازي للمتوفيين، ويعني بجد مفيش اي حاجه هتعوض اي ام فقدت ابنها، وان شاء الله يعني هتاخدوا حقكم، وان شاء الله الاحداث دي هتنتهي قريب ومش هيكون في شهداء تاني ومصر هتبقى احسن. معانا فقرات النهارده كتير جدا بتدور حول الاحداث اللي حصلت الاسبوع اللي فات، من فوضى وشغب واقتحامات للبنوك وسرقه، حاجات مصر عمرها ما عاشتها وحاجات جديده علينا هنتابعها النهارده معاكم في نهارك سعيد. بس هنشوف فادي معاه ايه النهارده. صباح الخير على كل مشاهدينا، كل مشاهدينا على اللايف. يا رب يبقى يوم سعيد على الجميع، وخالص التعازي لكل امهات الشهداء والولاد الحلوين، ولاد مصر الله يرحمهم. مش عارف اقول ايه، بس يعني الموقف اللي خده البرلمان امبارح ما ارضاش الكثير من الشباب، وعشنا ليله صعبه جدا. واخر الاحصائيات قبل ما اطلع على الهواء، اخر رقم سمعته 628 مصاب. فيعني الوضع لسه ملتهب، ويمكن لم تؤخذ قرارات كانت متوقعه او كان الشعب يتمناها. لسه لغايه دلوقتي برضو مش عارفين مين عمل ايه، برضو كل الاجراءات اللي حصلت ما هياش كافيه، لسه هنشوف ايه اللي هيحصل. برضو زي ما ايمان قالت، احنا فقراتنا النهارده كلها تخص الموضوع. هنتكلم طبعا في عناوين الصحافه في اول فقراتنا، ده غير ان هيكون معانا فقره تانيه مهمه مع اللواء الدكتور يوسف الوصال، استاذ الاستراتيجيه القوميه واداره الازمات والتفاوض، وعضو اللجنه القوميه لاداره الازمات بمجلس الوزراء. هنتكلم معاه في الازمات الحاليه وكيفيه الوصول لحلول للخروج من الازمه، لانه النهارده جمعه وفي دعوه لمليونيه، ونتمنى الخير لمصر. زي ما ايمان قالت، كمان عندنا فقره خاصه جدا عن السطو المسلح اللي بتتعرض له مصر، اللي تعرضت له بشكل خاص الاسبوع اللي فات، سواء على البنوك او شركات الصرافه او سيارات نقل الاموال. هيكون معانا فيها الصحفي استاذ عمر حسنين، رئيس قسم الحوادث بجريده المصري اليوم. وكمان هيكون معانا الشيخ عبد العزيز النجار، مدير اداره الفتوى بمجمع البحوث الاسلاميه وعضو لجنه الفتوى بالازهر. وهتكون الفقره عن ترويع الامنين. احنا طبعا عايشين في حاله رعب في مصر، كل الناس خايفة، ناس كتير ما بتوديش ولادها مدارس. عايزين نشوف يعني ده الفتوى الإسلامية عن الناس اللي بتروع الأمينين، يعني اللي موجودين في بيوتهم واللي عاملين فينا الحالة الصعبة اللي احنا عايشينها في مصر دي. هنشوف الفتوى يعني الخاصة بيهم هتكون ايه. ده غير طبعا ان احنا هيكون معانا مجموعه من اهم الصحفيين، خصوصا ان احنا النهارده تغطيتنا تغطيه خاصه. هنكون معاكم على الهواء مباشره من 9 للساعه 2 ظهرا. هيكون معانا مجموعه من الصحفيين المهمين جدا. هيكون معانا الصحفي عمر حسنين، رئيس قسم الحوادث بجريده المصري اليوم، وهيكون معانا كمان الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير جريده البديل الالكتروني. ومعانا مين كمان من الصحفيين؟ ومعانا كمان دكتوره كريمه الحفناوي، عضو الجمعيه الوطنيه للتغيير وعضو في حركه كفايه، وهنتكلم معاها عن احداث استاد بورسعيد. يكون معانا كمان عن الاحداث الجاريه كابتن ناصر ابراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، وكمان الكاتب الصحفي محمود العربي، صحفي بجريده الشروق، وهنتابع معاه مستجدات الاحداث. خليكم معانا لغايه الساعه 2 ظهرا، هنتابع معاكم اخر المستجدات وايه اللي بيحصل. لكن خلونا نبتدي فقراتنا بالصحافه بعد الفاصل على طول مع استاذ طارق سعيد، مدير تحرير جريده الكرامه. تابعونا.